بكثير من الاعتزاز يطيب لي أن أرحب بكم في النسخة الثانية من معرض جايتكس إفريقيا 2024، الحدث القاري الهام الذي يعنى بالتكنولوجيا والشركات الناشئة، والذي تحتضن فعالياته مدينة مراكش على مدى 3 أيام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ففي عالم سريع التطور بات التحول الرقمي محركاً أساسياً للابتكار والتنمية السوسيو-اقتصادية وخلق فرص الشغل، حيث أبان شباب القارة عن إلمام وتمكن كبيرين من الوسائل الرقمية والتكنولوجيا. وأستحضر هنا ما جاء في كلمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الموجهة إلى الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي من خلال نطقه السامي التالي: كما أن إفريقيا الزاخرة بفرص الاستثمار المواتية للفاعلين الخواص تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مبادرات جريئة وخلاقة لتشجيع المبادرة الخاصة وتحرير كل طاقات القارة وإمكانياتها، انتقى منطوق جلالة الملك نصره الله. كما يجسد شرف احتضان بلادنا لهذا الملتقى التكنولوجي السنوي التزام المملكة المغربية بالنمو سوسيو اقتصادي للقارة الإفريقية في إطار مقاربة تعاون جنوب-جنوب التي جعل منها جلالة الملك محمد السادس نصره الله خياراً استراتيجياً وأولوية، مقاربة تقوم على التضامن والتعاون وخدمة المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على المواطن الإفريقي. انطلاقاً من ذلك، عكفت الوزارة المنتدبة المكلفة بانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على إنجاز عدد من البرامج والأوراش التي تصبو لتحقيق الريادة الرقمية للمملكة، مع إلى أهمية قصوى لتطوير الكفاءات والموارد الرقمية البشرية باعتبارها المحرك الأهم للتحول الرقمي، حيث عملنا في شراكة مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على تنزيل برامج لتعزيز تكوين المواهب الرقمية في مختلف الجامعات المغربية بالمملكة وملائمة التكوينات مع سوق الشغل، من خلال الرفع من عدد الخريجين إلى أكثر من 71 ألف خريج في أفق سنة 2027 لمعدل أكثر من 22 ألف خريج سنوياً في التكوينات الجامعية، هاتش بالإضافة إلى تكوينات مكتفة، تكوينات عن بعد ومدارس البرمجة. وباعتباره ركناً أساسياً في تعزيز دينامية الاقتصاد الرقمي ببلادنا، يحظى قطاع ترحيل الخدمات لاوتسورسين الديجيتال إكسبورت بمواكبة مستمرة من قبل الوزارة، إذ لدينا اليوم شركات مغربية وعالمية تقدم حلولاً رقمية تهم تطوير آخر التكنولوجيا الرقمية بما يخدم إفريقيا والعالم. كما تقدمت المملكة بـ 12 مرتبة عالمياً في هذا المجال لتصبح 28 عالمياً، بالإضافة إلى كونها ثاني أفضل وجهة في إفريقيا. مثلما ارتفع رقم معاملات قطاع ترحيل الخدمات من 14.7 مليار درهم سنوياً إلى 17.9 مليار درهم سنوياً في السنتين، بما نسبته نمو بأكثر من 20%، وهو رقم قياسي لتحقق، وذلك بفضل تألق الكفاءات الشابة المغربية والمواكبة المتواصلة للحكومة والبنية التحتية المهمة للمملكة المغربية. وايضا كاين في مجال الاقتصاد الرقمي كاين شركات ناشئه مغربيه تتالق في مختلف المجالات، من ذكاء اصطناعي، من امن سيبراني، من اغريتك ادتك، وهذه الشركات ايضا دار تقدم مهم في المملكه المغربيه. ففي سنه واحده انتقلنا من 16 افريقيا في ليفي دو فون الى الخامس افريقيا، كما انه ليفي دو فون في سنه واحده تزادوا باكثر من 250%، وحنا مازالين مستمرين باش نزيدوا نرفعوا من هذا النمو لتتعرفوا الشركات الناشئه الستارت اب المغربيه. فمؤخرا مع بشراكه مع صندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق الاذاعه والتدبير، طلقنا اليات تمويل مبتكره لجلب مستثمرين جدد، دي في سي جداد، بانه غنواكبوهم ويكون ايضا مشاركه ديال الحكومه واليات تمويل مبتكره. اللي كانوا دي في سي هنا تنشجعهم على انه كاين واحد لابيل مانيفيستاسيون مفتوح الى غايه جولاي باش يشوفوا ويدرسوا استثمار في الشركات الناشئه المغربيه. كما كنواكبوا هذه الشركات الناشئه المغربيه فلوج الاسواق من خلال شراكات مع مختلف الوزارات كوزاره التربيه الوطنيه ووزاره الفلاحه، وهذا الشيء داخل في واحد الاطار شامل اللي فيه مراجعه الاطار القانوني، المواكبه، التمويلات والولوج الاسواق.
وباعتبار رقمنا رافعة مهمة للتنمية السوسيو اقتصادية لبلادنا ووسيلة تتحقق من خلالها انتظارات المواطنات والمواطنين، فقد عملت الحكومة على الرفع من جودة ووتيرة رقمنة الخدمات العمومية الرقمية. فبفضل مختلف الجهود فالمغرب اليوم تتوفر على أكثر من 600 خدمة رقمية عمومية، ومازالين تنشتغلوا باش نزيدوا نسرعوا هذه الوتيرة. وأدعوكم بالمناسبة لزيارة رواق الإيغوف اللي كاين اليوم، الذين تتجدون فيه آخر المستجدات المتعلقة بالخدمات الرقمية العمومية التي توفرها مختلف المؤسسات والإدارات العمومية والموجهة للمواطنين والمقاولات. وكمثال أيضا لآخر ما تيوقع في المملكة المغربية، فهذا الشهر وقعنا واحد الشراكة مهمة مع الشركة أوراك اللي غتدير مركز البحث والابتكار في المغرب، اللي غادي يشتغلوا فيه أكثر من 1000 ديال الشباب ديال المهندسين والباحثين في المغرب باش يطوروا أحدث تكنولوجيا من أجل إفريقيا من أجل العالم. هو أول مركز من نوع ديالو في إفريقيا وثامن مركز عالميا. وهذه الإنجازات اللي قلت لكم هي فقط البداية، لأن كما قال السيد رئيس الحكومة فالمغرب إن شاء الله غادي يطلق قريبا استراتيجية الانتقال الرقمي باش نزيدوا نسرعوا هذا الشيء، باش نزيدوا نسرعوا وتيرة الرقمات الإدارية ونزيدوا نطوروا الاقتصاد الرقمي، نخلقوا فرص الشغل للشباب، يكون نمو. وأيضا النظرة ديال المغرب هو ماشي فقط الرقمنة من أجل المغرب، فالتزام المملكة قوي للقارة ديالو والنمو ديال السوسيو اقتصادي ديال القارة. حضرات السيدات والسادة، إن الإقبال المتزايد لمختلف المشاركين على هذه النسخة الثانية والذين حجوا إلى مراكش من 130 دولة عبر العالم لهو دليل على نجاح فكرة تنظيم معرض جايتكس إفريقيا بالمملكة المغربية. نجاح ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود التي بذلها ويبذلها مختلف المتدخلون المؤسساتيون والخواص والفاعلون في المنظومة التكنولوجية ببلادنا بهدف إنجاح النسخة الثانية من جايتكس إفريقيا، وهي فرصة لمشاركة التجربة المغربية مع أشقائنا بالقارة الإفريقية والاستفادة أيضا من التجارب المميزة لبلدان إفريقيا رائدة في الرقمنة بما يحقق تقدم قارتنا. ولا يفوتني قبل الختم أن أتقدم بخالص الشكر لكل فرد من فرق العمل المختلفة على حرصهم على توفير الظروف الملائمة بما يرقى لتطلعات ضيوف المملكة من دول العالم. أتمنى لضيوف المملكة مقاما طيبا بمراكش ولمختلف المشاركين النجاح والتوفيق في الترويج لابتكاراتهم التكنولوجية وحلولهم الرقمية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.